معانا على التليفون الدكتور حسن القصبي، الأستاذ بجامعة الأزهر. ازيك يا دكتور؟ أهلا وسهلا أستاذة مروة، كل عام وأنت بخير. وحضرتك بألف صحة وسلامة. يعني احنا عايزين كده، انت عارف المشكلة دي من قديم الأزل، فكرة الحما والبنت والخناقات والمشاكل، فاحنا عايزين الموضوع يبقى بسيط كده وكل بيت مستقر وهادي. الحما أو أم الزوج نتعامل معاها ازاي يا دكتور؟ يعني بحسب كده ما ديننا الحنيف وصانا وقال لنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من الموضوعات المهمة التي يعني أثني ثناء عاطرا عليك وعلى البرنامج وعلى القائمين على القناة المباركة بإثارة هذه المشاكل لإيجاد الحلول لها. بداية، أي علاقة يا أستاذة مروة خلقها ربنا سبحانه وتعالى نظمها لنا. صحيح. علاقة الأزواج، علاقة الأبناء بالآباء، علاقة زوجة الابن مع والدة الزوج، لم يترك الله عز وجل علاقة بالبشر حتى ينظموه. صحيح. الخلل جه منين يا أستاذة مروة؟ لما الناس تركوا ما وضعه الله عز وجل الذي هو في صالح وهو أعلم به، لأن الخالق أعلم بخلقه، وبدأ كل منا يضع قانونا وسنن يسير عليها لنفسه. صحيح. يبقى ده أول خلل، إن إحنا ما بنحكمش قوانين الله التي وضعها. صحيح. العلاقة بين زوجة الابن وأم الزوج، لابد أن نفهم أن هذه علاقة لابد أن تكون قائمة على الاحترام، على الإحسان، على تقديم الخير، على تحمل الصغير للكبير. وإذا أحسنت البنت الزوجة إلى أم زوجها فكأنها تحسن إلى زوجها. صحيح. فكأنها تقدم له خيرا، ولن يصل إلى قلبها إلا إذا أحسنت إلى أهلك. طبعا. وإلا إذا كانت بود مع أهلك. صحيح. لأن أول مفتاح من مفاتيح قلوب الرجال، صحيح، لابد أن نفهم أبن بناتنا إن أول مفتاح تفتح به قلبها أن تصل من هو في قلبه. الله. أن تصل من هو في قلبه. صحيح. حتى تستطيع أن تصل إلى قلبه وإلى عقله. إذا كانت العلاقة سامية بين البنت وبين أم الزوج، ستجد سنة التغافل بينهما في أعلى الدرجات. سيغفر لها وسيتغافل عن الهناس اللي موجودة في الحياة أستاذة مصر. صحيح. ويكون دائما ما يراها بعين الرضا. يراها بعين الرضا. وهناك فرق بين أن ترى الذي أمامك بعين الرضا أو تراه بعين الغضب. إن رأيك بعين الرضا رأى منك كل شيء حسن. وإن رآك بعين الغضب لن يرى أي شيء حسن على الإطلاق. صحيح. بداية لابد كيف أتعامل؟ الفارق في السن يا أستاذة مروة، الفارق مثلا، صح، المحبة. صحيح. هذه الأم ربت صغيرا إلى أن كبر وإلى أن تسلل في كبره، وكانت تشتهي فرحتها كاملة اللي هي لما رأيت الزوجة له في قمة الفرحة له، ولكنها كأم كان معها ليل نهار فصار وقتا قليلا. كانت تراه في بداية النهار وفي نهاية النهار وصار وقتا قليلا. على بناتنا أن تراعي ذلك. صح. ودعونا من مسألة هو يحب مين أكثر. المسألة دي لا تذكر. ما فيش مقارنة أصلا ما بين الأم والزوجة. طبعا ما فيش. هذا باب وهذا باب. صحيح. وهذه منزلة. وهذه منزلة. صحيح. دعونا من الأفكار المسمومة. صح. التي نراها. جميل. لو عاملت البنت أم الزوج كما تشتهي أن تعامل أمها. أيوة. ماذا ستفعل يا أستاذة مروة؟ صحيح. ستتعالى وستتغاضى، سترى كل شيء. أمهاتنا في بعض الأحيان يشق عليهم، وفي بعض الأحيان يأمرون بأشياء قد لا نهواها، ومع ذلك تنفذ أم لا تنفذ. ولذلك أوصي بناتنا، اذهبي إلى بيت زوجك في هذه العلاقة السامية وهي أم لك. أم البت. وفعلا انت لو نظرت الى الشارع سيده مروه صارت من المحارم، صار ابو الزوج ابو لها، واخو الزوج اخو لها، صارت من كلمه محارم. محارم. يعني صحيح. ايه محارم يا سيده مروه؟ صارت هناك حقوق وواجبات. صحيح. ابنك الغاليه اذا اردت حقك في زوجك ادي واجبا له وواجب لامه وابيه. الله. جميل. إليهما. جميل. الكلمة الطيبة يا أستاذة مروة راعي أنها تريد أن تحتضن ابنها، فلا يكون في ذلك في قلبك شيء إذا رأيت منها حنوا أو شفقة أو إقبالا أو زيادة لهفة. هذه سنة الله في كونه، لا تحاسبيها على فطرتها،
التي فطرها الله عز وجل عليها. طيب جميل جدا يا دكتور حسن. في سؤال برضو بيتردد على أذهان ستات كتير وبنات كتير، مين الملزم؟ هل الزوجة ملزمة بخدمة حماتها ولا لا؟ تعالي الأفضل شرعا يا أستاذة مصر. ولا الابن طبعا نفسه، يعني أنا أخدمها ولا ابنها زي ما بيتقال كده عليها أفضل الصلاة والسلام. بداية لا يجب على البنت خدمة أم زوجها، لا يجب. وهذا كلام باتفاق. تمام. لكن تعالي بنا، يجب خدمة الأم على أولادها من الذكور ومن الإناث. لكن تعالي بقى لدرجة الإحسان. إذا كان حالة يا أستاذة مروة لا يوجد إلا هذا الولد وكان وحيدا، هذا الولد وحيدا صح، ولا يقوم غيره بخدمة أمه، ما من الإحسان إلى زوجها ماذا تفعل؟ صحيح، تراعي أمه إلى زوجها اللي هي تراعيها لله. صحيح لله. صحيح. باب الواجب. وإذا راعتها ستجد ذلك بركة في صحتها وفي أولادها. صح، هيتردلها كمان. هيتردلها بالظبط كلامك، كل سلف ودين يا أستاذة مرة. صحيح. وربنا سبحانه وتعالى لن يعطي إلا إذا قدم. صحيح. إن أردت أن يحسن الله لك فأحسن إلى غيرك. صحيح. الأمر الثاني، بناتنا في هذا الزمان تريد أن تتملك الزوج. طيب لو أن أمه ليس لها عائل إلا هو، هل ستترك له مساحة أن يقوم هو بأداء هذا الواجب؟ إن منعته عن ذلك تأثم ولا لا تأثم يا أستاذ مروان؟ تأثم طبعا. الله يبارك فيه. فإن أخذ من وقته وذهب إلى أمه، نجد بعض البنات لا يعجبه هذا. لا، الأم هذه منزلة يا بنيتي. صحيح. والأيام تدور وستكون أما، لا تجب عليك بالضبط، تعاملي بالإحسان. صحيح. والإحسان يعطي الله عز وجل خير الدنيا والآخرة بهذا الإحسان. صحيح. طيب دكتور حسن، حضرتك يعني في وسط كلامك كده ذكرت أن أحيانا الحما أو أم الزوج بتبقى متشددة شوية، ليها بعض التصرفات كده ممكن تضايق بيها الزوجة أو الزوجة ما تحبهاش يعني. طيب إزاي بقى نوازن العلاقة دي؟ يعني إزاي كده الود يسود في البيت، ويعني نتغاضى عن الحما المتحكمة، نتغاضى عن تصرفاتها؟ برضو على فكرة في زوجات كتير زي ما حضرتك قلت بتحاول تضايق حماتها، فإحنا المشكلة دي نحلها إزاي؟ نحن نقدر الأم الحما المتحكمة والزوجة برضو اللي بتضايق من التصرفات دي. سنخاطب جميع أطراف العائلة. خاطب الزوج أولا، عليك أن تكون عدلا دون أن تطغى على حقك. بمعنى إن وجدت مغالاة، إن وجدت شدة من ناحية الأم. حاول أنت أن تكون حمامة السلام التي تخفف هذه الحالة. حاول أنت أن تكون الكلمة الطيبة، الكلمة الحانية التي ترطب على قلب زوجتك. إن رأيت الأم، لا نستطيع أن نغيرها، لا نستطيع أن نغير الطبائع يا أستاذة مروة. طبعاً. الزوج عليه عامل في حل هذه المشكلة كبير. يهدي الأمور. الثاني البنت الغالي، ابنتي الغالي، لو أمك فيها طبع التشدد، كيف كنت ستعاملينها؟ ستعاملها بالإحسان. ستعاملها بالرأفة. ستصبر عليها. ودايماً نقول لبناتنا إن إحنا ما نعرفش يا أستاذة مروة لما نبقى في سنهم هيبقى طبعنا ازاي؟ صحيح. هيبقى تصرفاتنا ازاي؟ بالظبط. هتبقى لابد ان نلتمس لهم اعذارا ونخاطب الامهات، امهاتنا الغاليه. صحيح. الذي على رؤوسنا جميعا. صحيح. اعلمي ان ابنك هذا سعادته مع زوجتك، وادخال السرور عليه ان تكون زوجته مسروره. طب فراعي ذلك بدون بخس لحقك على الاطلاق. وابنك وهو سندك وهو ظهرك، ولكن راعي أنه يريد أن يسعد، فلا تكوني سببا للشقاء. صحيح. بل ينبغي أن تكوني سببا للسعادة. الله يا دكتور، دكتور حسن القصبي، يعني بشكر حضرتك جدا على مداخلتك معنا وكلام مهم جدا.